الحجاب الشرعي كان تمنع كانت المرأة تمنع من الحجاب الشرعي في المدارس. نعم. والآن يسمح. مسموح الحمد لله. مسموح. وكذلك في مكان العمل. كذلك في مكان العمل الحكومي. العمل الحكومي الآن يسمح بالحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي. الحمد لله، هذه نعمة. طيب أنت تريد توجه رسالة للمسلمين في العالم، للدعاة، إلى يعني واجب الدعاة تجاه كمبوديا. نعم. ماذا تريد منهم؟ أنا أريد يعني من المشايخ، نعم، الذين لديهم القدرة أن يأتي إلى كمبوديا، وعليه يأتي إلى كمبوديا لكي يشاركنا في الدعوة إلى الله. يعني الباب مفتوح الحمد لله. الباب مفتوح، يعني قد نقول يعني في كمبوديا أسهل من غير البلاد. سبحان الله. لكن زيارة الدعاة لكم قليلة أو كثيرة؟ طبعا في بعض المشايخ يعني سنح مرتين أو سنح مرة واحدة. يأتي. من أي دول؟ من السعودية. من السعودية أكثر. نعم. شيء. الحمد ومن لله. قطر أيضا. أي نعم. ولكن على الرغم من هذا العدد، يعني هذه المرات نريد مزيد. قليل. مزيد. نعم. نحتاج إلى مشايخ. وأنتم أيضا لابد من الاجتهاد أنتم. نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين يا رجل. نعم. الله يوفقنا وإياكم يا رب. آمين.